الأساسية الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك في إطار استكمال البرنامج النضالي كذلك ومثال من أجل توعية المناضلين وتوعية الأساسية الذين فرض عليهم التعاقد لما يلحقهم من هشاشة وما يلحقهم من يعني المكتسبات اللي كانت تحققات واللي بدا التراجع عليها حاليا من طرف الاكاديميات. وخير دليل على ذلك هو الاقتطاعات التي طالت اجور الاساتذه الموظفين خصوصا في شهر اكتوبر، اللي هي كما كنقولوا سرقه موصوفه لهاد الاساتذه اللي نحن نعاني وما زلنا، ولكن رغم هذه الاقتطاعات ورغم كل هذا لازلنا مستمرين في نضالاتنا حتى تحقيق مطلبنا والمطلب في شموليته اللي تتجلى في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. أولا هذه مسيرة أقطاب قطب ديال اليوسفية ورحامنا وقلعة صراغنا، يعني مفادها هو أننا نريد إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لا غير. هذا علاش خرجنا، هذا هو المبتغى ديالنا الوحيد، هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وهذا حق يعني يكفل لنا الدستور في الوظيفة العمومية. والدولة لا تريد معنا أي حل، يعني مارسنا عدة حوارات اللي هي تكتيكية، وبالتالي الدولة هذه تمارس معنا يعني سياسة القطيع، وبالتالي نحن لسنا في يعني ضيعة أحد، نحن أساتذة رغما عن أنفكم نحن يعني نحن اليوم في صدد تنظيم الشكل النضالي، يعني تنزيل البرنامج النضالي الوطني القاضي بإضراب يوم 3 و 4 و 5 و 6 و 7 مرفوق بأشكال نضالية وحدوية ومحلية أو الأقطاب أو جاوية. نحن اليوم في السنة الرابعة يعني من 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 الملف ديالنا اللي هو المطالبة بالإدماج، لا شيء جديد في الملف، فقط المزيد من الاستهدافات، المزيد من استهداف القوت اليومي ديال الرجل والنساء والتعليم من خلال الحملة ديال الاقتطاعات المشؤومة اللي كانت مؤخرا، كذلك على مستوى تمطيط الحوارات يعني واستهداف المناضلين التنسيقية الوطنية لا في الشرق ولا في مجموعة ديال المواقع. كذلك نحن اليوم صامدون حتى إسقاط التعاقد حتى الإدماج في سلك الوظيفة العمومية. دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.